ما معنى قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فكيف عرفت الملائكة أن بني آدم سوف يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء مع أنه لم يكن هناك أناس قبل آدم؟ هذه الآية من جملة النعم التي عددها الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة، وهي أنه أخبر الملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة وهو آدم عليه السلام، بمعنى أن يستخلفه فيها. وقيل معنى خليفة أي خليفة عن الله سبحانه وتعالى في تنفيذ أحكامه وسياسة خلقه في الأرض، السياسة الشرعية. وقيل المراد بخليفة أنه يخلف قوما سبقوا، وأنه كان في الأرض قبل آدم سكان وأفسدوا فيها، فالله سبحانه وتعالى أزالهم عنها واستخلف فيها آدم وذريته. وقيل معنى خليفة أن بني آدم يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل. وعلى كل حال، فالاستخلاف الظاهر أنه يشمل هذه المعاني كلها. ثم إن الملائكة عليهم السلام سألوا ربهم سؤال استيضاح لا سؤال اعتراض: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كأنهم علموا هذا من جيل سبق، كما ذكر المفسرون أنه كان في الأرض قوم من الجان قد أفسدوا فيها، ثم إن الله أزالهم عنها. الملائكة كانت قد عرفت من هذا الجيل أنه مفسد، فظنت أن آدم وذريته سيعملون كعملهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم من حال آدم وذريته ما لا تعلمه الملائكة، وأنه سيكون فيهم من الطيبين من الأنبياء والصالحين والمؤمنين من يعمر الأرض بطاعة الله سبحانه وتعالى ويصلح فيه. قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله أجابهم بأنه سبحانه وتعالى يعلم من حال آدم وذريته وصلاحهم وإصلاحهم في هذه الأرض ما لا تعلمه الملائكة، حين استشكلوا وقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ الله أعلم. بارك الله فيكم.